Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد ودرس رائع جدا ويعتبر من الدروس الحقيقة المتقدمة ويحتاجها كثير من الطلاب. درسنا اليوم هو عن الـ could have. الكثير يخطئ أو يخلط ما بين ما دخل الـ could وما دخل الـ have. Could have. صحيح أن الـ could هو الماضي من الـ can، فالكان يستطيع والـ could استطاع، والهاف بمعنى عندي أو لدي أو على حسب ما يأتي بعدها، ولكن الكود هاف هنا موضوع أريدك أن تركز عليه مختلف تماما عن أي درس سبق وأن درسته في اللغة الإنجليزية، لأن الكود هاف هذا قانونه أنه يأتي دائما بعده الفعل في حالة التصريف الثالث وهو الباست بارتيسيبل. واحد يقول لي لا حبة حبة علي، عيد علي، عيد عيد. الكود هاف أيوة إدارة تستخدمها في جملة، هذا درس تضع بعده دائما الفعل في حالة التصريف الثالث، مش الفعل دائما عندنا يكون له ثلاثة أشكال: go و went و gone، see و saw و seen، take talk taken. أنت بتأخذ الثلاثة التصريفات الثلاثة الأخيرة هي اللي بتضعها بعد ال could have. واحد يقول إيش دخل، أنا أعرف بعد ال could الفعل ما يأتي تصريف ثالث. يا حبيبي أنا قلت لك فرق ما بين ال could لوحدها وما بين ال could have، فرق ما بين ال have لوحده والكود هاف. الكود هاف هذه كذا مع بعض هذا درس لوحده ومعنى مختلف تماما. طيب ايش معناه؟ يعني انا نفسي افهم ايش معنى الكود هاف. ركز معايا، الكود هاف ترجمته او معناه انه يقول لك something was possible to happen in the past، يعني شيء كان ممكن انه يحصل في الماضي، or you had the ability to do something in the past، او كان انت عندك الامكانيه انك تعمل حاجه في الماضي but you didn't do it، لكنك ما عملتها. باختصار كان في شيء ممكن يحصل في الماضي وكان ممكن تعمله انت في الماضي، كان عندك القدره تعمله لكنك ما عملته. وهذا الكلام ينعكس عندنا في اللغه العربيه بشكل كبير جدا عندما نقول أنا كان ممكن أعمل الشيء الفلاني بس ما عملته، يعني أنا كان ممكن أضربه، أنا كان ممكن أزور فلان، أنا كان ممكن أشتري سيارة جديدة بس الشيء هذا ما عملته أنا. بس ركز علي أنا كان ممكن. أها واحد يقول يعني إيش يعني؟ يعني مش معنى أي عبارة، يعني أنا كان ممكن غير أنا ذهبت. كيف الفرق؟ إيش الفرق بينهم؟ أنا ذهبت I went، هذا past simple. أنا كنت أذهب I was going. يعني ركز فرق كل ما تريد أن تقول أنا كان ممكن أو أنا كان لدي القدرة أو أنا كان بمقدور، كان عندي مقدور بس ما عملت هذا الشيء، يعني كان عندي قدرة وكان في فرصة أن أعمل هذا الشيء بس ما عملته. أعطينا أمثلة أستاذ مراد، هذا أفضل حل، أفضل حل. واحد يقول I could have stayed up late but I decided to go to bed early. يعني هذا الكلام كما احنا بنتكلم مع بعض، واحد يتكلم زميله فيقول له والله انا كان عندي فرصه ان اسهر امس لكني بصراحه يعني قررت انه انا اروح انام بدري احسن. ركز معايا، I could have stayed up. could have كان بمقدوري، كان عندي الفرصه، كان عندي القدره. stayed up اسهر، ابقى لوقت متاخر. stayed up يعني السهر، إن أنا أسهر late لوقت متأخر. but I decided، لكني قررت، يعني كان في فرصة أعمل الشيء بس ما عملته. مثال آخر يا أستاذ مراد من عيوني، they could have won the race، they could have won the race but they didn't try hard enough. هذا يعني أنت بتبدي رأيك كده بتقول إيش، والله كان ممكن هم يفوزوا بالسباق. they could have won، they could have، could have هم كان ممكن انه won التصريف الثالث. من وين يفوز؟ كان ممكن يفوزوا، كان عندهم القدره، كان بمقدورهم انهم يفوزوا بالريس بالسباق. but they didn't try hard enough، لكنهم يعني ما حاولوا بجهد اكثر. يعني مثال ثالث، توم could have bought the book but he borrowed it from the library instead. بمعنى ماذا يعني هذا الكلام؟ توم could have، خلاص فهمنا انا وانت could have انه كان عنده القدره، كان بمقدوره، كان عنده فرصه، كان في فرصه وكان عنده يستطيع انه يشتري الكتاب كان ممكن يشتري الكتاب. but ولكنه he borrowed
borrowed يعني هو استعاره. borrowed it. it تعود على الكتاب. من فين استعاره؟ from the library. from the library من المكتبة. كلمة instead بدلا من، يعني بدل ما انه كان يشتري. طيب اذا انت ركز معي انه could have، نعيد المرة الأخيرة، لابد أن يأتي بعدها فعل يكون في التصريف الثالث. يعني انتبه أني أجي أسمعك أو تكتب أو تقول I could have go، ما فيش هذا الكلام. I could have go هذه خطأ. طيب إيش الصح؟ I could have gone ولا been ولا spoken، أي فعل بس يكون تصريف ثالث. طيب معلش عيد لي يا أستاذ مراد الـ could have بعدها فعل تصريف ثالث إيش يعني؟ يعني أنه something wasn't، يعني something was possible، كان شيء ممكن يحصل في الماضي بس انت ما عملته. خلاص. طب جميل، هنا تنبيه بسيط. ال could have غير ال couldn't have، يعني الحالة النفي منه هي couldn't have، ما كانش عندي الفرصة أو ما كنتش قادر، يعني ما كانش ممكن. ف couldn't have وبعدين الفعل يأتي تصريف ثالث، يعني إنه something wasn't possible، wasn't possible in the past even if you have wanted to do it، even if you had wanted to do it. يعني هذا الكلام يعني إنه couldn't، النفي من could have، النفي منها إنه شيء كان يعني ما كانش ممكن إنه يحصل في الماضي حتى لو إنك أنت أردت إنك يعني تعمل هذا الشيء. أعيد مرة أخرى، something wasn't possible in the past even you had wanted to do it، حتى لو انك انت اردت انك تعمله. واحد تقول لا اعطيني مثال زي ما اعطيت امثله. I couldn't have arrived any earlier. I couldn't have arrived تصريف ثالث any earlier، يعني بمعنى ايش؟ واحد يقول ما كنتش اقدر ان انا اوصل، ما كانش في مجال ان انا اوصل يعني ابكر من ذلك او بشكل مبكر اكثر من ذلك، ما فيش يعني، يعني it was impossible، كان مستحيل يعني الترافيك جام الزحمه. فتكمله المثال there was a terrible traffic jam، بسبب terrible traffic jam فكان مستحيل، ما فيش مجال. واحد يقول يعني ايش الفرق بينه could have و couldn't have؟ لا could have كان في إمكانية، لكن couldn't have ما كانش في فرصة، ما كانش في مجال. يعني واضحة، أعتقد الصورة واضحة. طب أعطيني مثال آخر يا أستاذ مراد تتضح الصورة من ال couldn't have. I couldn't have passed the exam، ما قدرتش، ما كانش في عندي فرصة إن أنا أجتاز، ما كانش ممكن. باختصار ما كانش ممكن، لم يكن بالإمكان اجتياز الامتحان. ليش؟ even if I have studied، even if I had studied harder، حتى لو درست أنا بشكل أشد من ذلك. ليش؟ إيش السبب؟ it's really really difficult exam، يا أخي صعب، صعب جدا. إذن I couldn't have passed، ركز على الباس في التصريف الثالث passed. I couldn't have passed يعني ما كانش بالإمكان إن أنا أجتاز الامتحان. وهذه من التعبيرات الرائعة جدا اللي بتحتاج تفهمها في الدروس المتقدمة. أتمنى أنك تفيد، يعني تكون فهمت الدرس وفهمت الأمور، وعملية بسيطة. هات جملة كذا وحاول أنك أنت تتدرب عليها، وحاول أنك أنت يعني تعمل أمثلة. ممكن تقول أنا كان ممكن أشتري، أنا كان ممكن أذهب. I could have bought مش buy، انتبه. I could have bought a new car but I didn't have مثلا time، ما كانش عندي وقت. I was in a hurry، كنت مستعجل. هي كان ممكن انها تضربه. She could have hit him but she يعني لكنها يعني صلت على النبي. الطلاب اتمنى يكون الفيديو فادكم، شارك الفيديو مع غيرك وحاول انك انت تعمل امثلة عليها. شكرا جزيلا، مع السلامة.